إيران ترحب بقرار تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً، ودلالات كثيرة يحملها قرار تعيين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً. ما هي رسالة حزب الله وراء تعيين الأخير؟ وقاسم قصير يكشف عبر الجديد الرسالة التي أراد حزب الله إيصالها. لم تمضي ساعات على إعلان حزب الله رسمياً تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً جديد له، خلفاً للسيد حسن نصر الله الذي اختلته إسرائيل بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 من سبتمبر الماضي، حتى انهالت التعليقات والتساؤلات حول دلالات تعيين الشيخ نعيم قاسم في هذا التوقيت. فقد رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وجود الشيخ نعيم قاسم على رأس حزب الله سيعزز الإرادة في المقاومة، كما شدد على ثقته بأن وجود شخصية بارزة كقاسم على رأس الحزب سيسهم في تعزيز الإرادة ويواصل المسار. كذلك اعتبر قائد الحرس الثوري حسين سلامي أن اختيار قاسم يحمل رسالة بأن فكر المقاومة لا يمكن القضاء عليه. ولكن ما الدلالات التي يحملها قرار تعيين الشيخ نعيم قاسم في هذا التوقيت؟ أكد الصحفي والكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير عبر الجديد أن قرار حزب الله بتعيين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً في هذه المعركة هي رسالة للداخل اللبناني والخارج. مسارعة حزب الله لاختيار الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله في ظل المعركة هي رسالة للداخل اللبناني وللخارج، للأصدقاء والأعداء، أن حزب الله أراد تنظيم صفوفه الداخلية رغم شدة الحرب التي يخوضها. وشدد قصير على أن حزب الله جاهز لكل الاحتمالات، لأن هذا الاختيار رسالة من الحزب للجميع بأن الحزب جاهز لكل الاحتمالات، سواء إذا استمرت المعركة أو إذا توقفت الحرب وبدأ الحديث عن الملفات السياسية وملف الأعمار. وكان حزب الله عين بوقت سابق قاسم أمينا عاما بعد عقود قضاها في ظل السيد نصر الله نائبا له في الحزب الذي كان في عداد مؤسسيه، علما أنه لم يكن من الأسماء المتوقعة لهذا المنصب. لكن اغتيال إسرائيل للسيد هاشم صفي الدين ابن خالة السيد نصر الله والذي كان من المرتقب أن يخلفه في زعامة الحزب قبل أسابيع بغارات على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن غيره من الأسماء البارزة، قلص الخيارات على ما يبدو. ومنذ اغتيال السيد نصر الله في 27 من سبتمبر ألقى قاسم 3 خطابات عبر الشاشة خلال الشهر الحالي، كان آخرها في 15 من أكتوبر، حرص فيها على التأكيد على أن قدرات حزبه بخير وأن ما من موقع شاغر في هيكلية حزب الله، بل تم استبدال كل القادة والمسؤولين الذين قتلوا. ويذكر أن الشيخ نعيم قاسم ارتبط اسمه إلى حد كبير بالسيد نصر الله مهام إدارة الملف الحكومي في لبنان من خلال متابعة عمل وزراء ونواب الحزب، إضافة إلى ملف البلديات والنقابات الذي يشكل عصب حزب الله في المؤسسات الرسمية.